ارحب بحضراتكم مره ثانيه في الحياه اليوم. صحيفه الفاينانشال تايمز صنفت البورصه المصريه كافضل سوق للمستثمرين في عام 2014 من حيث العائد على الاستثمار، سواء على صعيد اسعار الاسهم او توزيع الارباح. هذا الامر طبعا مفرح ويستحق التأمل ويستحق أن نعمل عليه، لأنه وإن كانت مصر بتحارب ضد الإرهاب فإن حربها الموازية في مجالات هامة جدا وحيوية زي الاستثمار، استعادة الاستثمارات الخارجية، تحسين الموقف المالي والتجاري للبلد وجعلها جاذبة للاستثمارات. النهاردة بيشرفني في الحياة اليوم رأس سوق المال المصرية الدكتور محمد عمران رئيس البورصة عشان نتكلم في كل تلك الأمور المتعلقة بالبورصة والاستثمارات. لكن برحب بحضرتك في البداية دكتور محمد. لكن قبل ما نبدأ الحوار مع دكتور محمد عمران خلونا نشوف تقرير عن أداء البورصة المصرية. عام البورصة المصرية، هكذا عرف عام 2014 التي كانت فيه البورصة أحد أفضل القطاعات الاقتصادية أداء وتطورا في مصر، وفقا لما قاله الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، وذلك رغم التحديات الصعبة التي تعاني منها البلاد داخليا وخارجيا، حيث حقق مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 ارتفاعا مقداره 32% خلال عام 2014، مما أهل السوق لأن يكون ضمن أفضل الأسواق نموا على مستوى العالم وفقا لمؤشرات مورغان ستانلي. الحصان الرابح، نعم، هي البورصة المصرية التي صنفتها صحيفة الفاينانشال تايمز كأفضل سوق للمستثمرين في عام 2014 من حيث العائد على الاستثمار، سواء على صعيد أسعار الأسهم أو توزيعات الأرباح. فوفقا للطلع السنوي للبورصة المصرية عن العام الماضي، بلغ معدل النمو لمؤشر البورصة الرئيسي نحو 87%، وهو واحد من أعلى معدلات النمو المتحققة على مستوى أسواق المال العالمية المتقدمة والناشئة على حد سواء. عام متميز للسوق المصرية، فهو وفقا للتقرير السنوي أول عام منذ ثورة 2011 يسجل فيه إجمالي تعاملات الأجانب والعرب مشتريات صافية بأكثر من 3.4 مليارات جنيه، بعد أن كانت المبيعات تزيد عن أوامر الشراء خلال الأعوام الماضية، فضلا عن الحجم الضخم في زيادات رؤوس الأموال والاكتتابات التي نفذتها الشركات، والتي قفزت إلى 9.3 مليارات جنيه بزيادة تبلغ 86% عن المحقق عام 2013. إسراء سعد، الحياة اليوم. ومن جديد برحب بالدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية. وقبل ما يعني نبتدي الحوار يمكن قلت للدكتور محمد ان انا ماليش قوي في البورصة وماليش قوي في الاقتصاد، فعشان ايه نبقى كده يعني ايه سرعة على بلاطة وعلى سرعة بالظبط كده. لكن لفت نظري انه الفاينانشال تايمز، وما هي الفاينانشال تايمز؟ طبعا انها بتقول وبتصنف البورصة المصرية كأفضل سوق للمستثمرين في عام 2014، ده نتيجة إيه؟ شوف، خليني أقول لك على حاجة، يعني وإن كان ذلك كان يجب أن يكون متأخرا بعض الشيء، أنني سأزيدك من البيت شعرا. تمام. أنا في عادتي عندما أتكلم العربية تكون دائما في سياق الكلام وليس في بداياتي، ولكن وكما أشار التقرير ليس فقط الفاينانشال تايمز ولكن أيضا مؤشر مورغان ستانلي صنف البورصة المصرية كواحدة من أفضل البورصات أداء على مستوى العالم. خلينا أقول لك أن البورصة المصرية في 2014 مورغان ستانلي البورصة المصرية عاملة مؤشرها الرئيسي أو المؤشر اللي هو بتقوم به مورغان ستانلي 6.25.12، وده تقريبا متساوي مع الهند اللي عملت 25.62، فالاثنين دول أعلى دولتين في مستوى العالم في مؤشر مورغان ستانلي. ولكن النقطة المهمة جدا أنك لو رجعت الأداء البورصة المصرية من 30/6/2013 إلى النهاردة، مؤشر البورصة الرئيسي عامل 88%، يعني تقريبا تضاعف مؤشر البورصة الرئيسي منذ 30/6/2013 وحتى تاريخه. مؤشر EGX 70 عامل 57%، ومؤشر EGX 100 عامل 70%. طيب. أنا ليه برجع ل 30/6؟ أنا برجع ل 30/6 لأن 30/6 بتعتبر تاريخ فاصل ليس فقط
للبورصة المصرية ولكن في الإطار السياسي والأمني والاقتصادي في مصر. عشان كده لما بتسألني بتقولي هو إيه اللي حصل؟ ليه هذه الأرقام؟ أقولك ببساطة إن أنت خرجت من 3 سنوات عجاف منذ يناير 2011 وما تخللوا ذلك من عمليات عدم استقرار وما تخللوا ذلك من عدم وضوح رؤية وما تخللوا ذلك من جميع الأمور الأمنية والسياسية والاقتصادية التي مرت بها البلاد حتى كانت 30/6 التي تعتبر نقطة فاصلة ما بين الدولة واللا دولة في الفترة من 2011 حتى يونيو 2013. طيب لو ترجمنا ده كله وده كلام يعني يبدو أنه زي الفل بالنسبة لي أنا عشان أنا مش متخصص. هو فعلا زي الفل. هو زي الفل. طيب إزاي ده بينعكس على حالة البلد؟ إزاي بينعكس على حالة الاقتصاد؟ شوف هقول لك على حاجة مهمة جدا. البورصات ليست في مصر ولكن على مستوى العالم بتتميز بأنها تستبق الاقتصاد الحقيقي. يعني دائما عندما ترى هناك رواجا في أحجام التداول، عندما تجد هناك إقبالا من الشركات على زيادة رؤوس أموالها، عندما تجد شركات ترغب في القيد في البورصة المصرية أو في أي من البورصات، وعندما تجد أحجام التداولات تزيد وعندما تجد أسعارها ترتفع، ده مؤشر أنك تتوقع أن هناك أداء إيجابيا للاقتصاد وتحسنا في مناخ الاستثمار، وبالتالي يستخدمه المستثمرون كبداية ضخ استثمارات جديدة تحسبا للوضع الاقتصادي القائم. وبالتالي السيجنالز أو الإشارة المهمة اللي موجودة في هذا الإطار أن ذلك مؤشر طيب على أن الاقتصاد المصري في طريقه لاستعادة معدلات النمو ومسار النمو بشكل سليم. ويمكن رأينا ده في التوقعات النمو، احنا بنتكلم على توقعات من 3.8 الى 4% خلال العام المالي 2014-2015. شفنا الربع الأول من هذا العام 6.7 معدل نمو، وإن كان مقارنة بربع لم يكن فيه نمو على الإطلاق، ولكن جميع المؤشرات بتشير إلى أن هناك حركة إيجابية تحدث في الاقتصاد المصري وأن هناك وجهة نظر إيجابية من مستثمري المصريين والعرب والأجانب تجاه معدلات النمو ومسار النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة القادمة. طيب جميل جدا. بس دكتور محمد يعني مثلا لو احنا بنتكلم عن الأداء بتاع البورصة وبنقول أنه متوسط تداول البورصة في الأيام أو الفترة الأخيرة كان حوالي كام؟ مليار جنيه مثلا؟ لا أقل من ذلك، ولكن أقل يعني مليار. أحجام التداول خلال يعني تقريبا كان 100 بتكلم حوالي 700 مليون جنيه في المتوسط، لأن في ال 200 يعني تقريبا 100 مليون دولار. دولار 100 مليون دولار بالزبط. طب ما أنا لما باجي مثلا البورصة مثلا السعودية حجم تداول في السوق السعودي صحيح. بلاقي إن ده مثلا بيمثل حوالي 10% تقريبا من حجم التداول. تمام، لأن أنت في الأخير بتتكلم على المملكة العربية السعودية. بص على حجم الناتج المحلي الإجمالي اللي موجود في السعودية وحجم الناتج المحلي الإجمالي في مصر. بص على البير كابيتا إنكم اللي هي متوسط دخل الفرد في مصر اللي هو حوالي 1800 أو 2000 دولار مقارنة بمتوسط دخل الفرد في المملكة العربية السعودية اللي بيربو على 18 إلى 20 ألف دولار. بتكلم عن الفوائد الموجودة لدى أفراد، احنا بنتكلم على مجتمع يعني الفوائد فيه لدى طبقة صغيرة جدا، وبالتالي هتلاقي أحجام التداول اللي هي بتعكس بشكل أو بآخر الفوائد الموجودة لدى الأفراد. في معظم الدول الأساس في عمليات التداول هم المستثمرون المحليون، وهتلاقي حتى عندنا في مصر أن 75% إلى 75% من أحجام التداول اليومية تأتي من المصريين و60% بتأتي من الأفراد، وبالتالي بصراحة بتعكس الوضع الاقتصادي أو تركيبة معدلات دخول الافراد في مصر ان احنا عندنا الفوائد قليله بالنسبه للافراد، وده اللي بيعكس ليه احجام التداول عندنا اقل بكثير من دوله زي المملكه العربيه السعوديه. البورصه المصريه هل هي اخذت فعلا زي ما كتب في بعض التقارير احسن بورصه ناشئه؟ لا، شوف خليني اقول لك الثلاثه امور المهمه التي حدثت في البورصه المصريه في 2014 والتي قلما ان تحدث في عام واحد. في سبتمبر بالضبط بالتحديد في 23 سبتمبر 2014 كان هناك احتفالية في بورصة نيويورك وتوجت البورصة المصرية بأفضل بورصة أفريقية من ناحية التطور والتجديد والابتكار خلال سنة 2014. يليها في نوفمبر من هذا العام بالتحديد 18 نوفمبر
فازت مصر برئاسة الاتحاد اليورو آسيوي. تم انتخابي كرئيس البورصة رئيس الاتحاد اليورو آسيوي، وهذه أول مرة منذ قيام هذا الاتحاد الذي يضم 34 بورصة منذ قيامه في 95 ترأسه دولة أو بورصة بخلاف تركيا. لمدة 19 سنة كانت بورصة اسطنبول هي رئيسة لهذا الاتحاد، وهذه أول مرة دولة أو بورصة من باستثناء تركيا تتولى رئاسة هذا الاتحاد. وبعدها بأيام قليلة تم احتفاظ مصر بمنصبها في اللجنة التنفيذية لاتحاد البورصات الأفريقية. ومرة أخرى أذيلك من البيت شعرا أيضا، أنه بعدها بأيام قليلة صدر تقرير مناخ الأعمال ما يسمى بالدوينج بيزنس ريبورت الذي يصدر من منظمة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، واللي قال أن مصر كدولة تقدمت في مناخ الأعمال لدرجة واحدة. لماذا؟ لأن هناك 8 عناصر تقيس هذا التقدم، تراجعت مصر في 6 منها وتقدمت درجة في 1 منها، وتقدمت في الجزئية المتعلقة بحماية المستثمرين والأطراف ذات العلاقة 18 درجة. فالبلد ككل مناخ أعمالها تقدم درجة واحدة بسبب تعديلات قواعد القيد والإفصاح التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع البورصة. بس هل اللي وصلت له البورصة المصرية ده يعني ده خلاص يخلينا مثلا نقول خلاص احنا وصلنا إلى غاية المنتهى؟ انه لابد من العمل ولابد من تنشيط مساله التداول. يعني انا لما جيت اجمع معلومات لقيت مثلا حجم التداول او الراس مال السوقي في بالنسبه للبورصه المصريه حوالي 60 مليار دولار بالنسبه، يعني اكتر شويه، هو نص تريليون جنيه، فلو قسمت على 7 15 7 18 تتكلم في حوالي 70 مليار دولار. 70 مليار دولار، في حين انه مثلا الراس مال السوقي بتاع شركه ابل مثلا طبعا 550 مليار دولار. طبعا قلنا لا، ده انت ممكن تلاقي شركه زي ابل الجي دي بي بتاعها قريب من الجي دي بي بتاع البلد بتاعها كلها. يعني شوف القياس مع الفارق. ولكن خلينا اقول لك على امور كثيره مهمه جدا. بس احنا من اقدم البورصات في العالم. احنا ثالث بورصه على مستوى العالم. بورصه اسكندريه كانت سنه 1881 وثلاثه بورصه القاهره سنه 1903، وذكرني بهذا التاريخ عشان اقول لك هنعمل ايه السنه الجايه. ولكن في امور مهمه جدا، الأمور لا تقاس فقط بحجم رأس المال السوقي، ولا تقاس فقط بأحجام التداولات، ولكن تقاس أساسا. وإحنا بندرس كده للطلبة في الجامعة لما نقول إيه ما هي وظائف سوق المال، الفانكشن اللي بتعملها سوق المال إيه. سوق أنت عندك أي نظام مالي بنسميه النظام المالي للدولة، عندك قطاعين رئيسيين، عندك القطاع البنكي، القطاع المصرفي، والقطاع المالي غير المصرفي. القطاع المالي غير المصرفي اللي هو متكون من التأمين وسوق المال والتأجير التمويلي والتأجير التمويلي وخلافه، وأهمهم في القطاع المالي غير المصرفي هو سوق المال. سوق المال له وظيفة رئيسية نسميها دائما كده تعبئة المدخرات والتخصيص الأمثل للموارد. فالسؤال اللي بيطرح نفسه، هل يقوم سوق المال بهذه الوظيفة الرئيسية أم لا؟ أنا أقول لك بقى الأرقام اللي عندي. الأرقام اللي عندي بتقول لي إن 72 شركة من ما يقرب من 236 شركة في هذا التوقيت مقيدة في البورصة المصرية قامت بإجراءات لزيادة رؤوس أموالها، وده أعلى، ده بيمثل 30% من عدد الشركات المقيدة في البورصة. بحجم رؤوس أموال قد إيه؟ 9.2 مليار جنيه. ده كمل لي إن إجمالي التمويل اللي وفرته البورصة الممثلة في سوق المال في خلال العشر سنوات الماضية تعدى 100 مليار جنيه. 100 مليار جنيه هذه البورصة ساعدت الشركات على زيادة رؤوس أموالها. ليه بتعمل هذا الكلام؟ لأن دي الوظيفة الأساسية باعتبارها منصة للتمويل، الشركات التي ترغب في استغلال فرص الاستثمار، التي تعمل على إيجاد فرص عمل جديدة، التي تعمل على مساهمة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي. كل هذا الإطار بجانب القطاع البنكي الذي يوفر التمويل من خلال آلياته، هناك آليات أخرى ممثلة في سوق المال تقوم بها البورصة المصرية في هذا الإطار. وبالتالي دي النقطة الحاكمة اللي بالنسبة لي. عشان كده على الرغم مع كل تقدير التقارير من فاينانشال تايمز مورجان ستانلي على العائد الذي تقدمه البورصة للمستثمرين، ولكن ما يهمني كرئيس البورصة أكثر من ذلك هو مدى قدرة السوق على عملها كمنصة للتمويل وتوفير التمويل اللازم للشركات. ودي دائما الأرقام اللي أنا بركز عليها أكثر من تركيزي على ارتفاع الأسواق أو انخفاضها. طيب جميل جدا. من حين لآخر، بس عشان نقرب للمشاهد شوية، من حين لآخر بنقرأ في الجرائد، بنسمع في الإذاعات وفي التلفزيون، بنشوف انه البورصه النهارده خسرت مش عارف كم مليار جنيه، البورصه النهارده كسبت مش عارف كم مليار جنيه. ده بيأثر على حتى الحاله النفسيه بتاعت، يعني انا كمواطن ماليش لا فلوس لا في البورصه الحمد لله،
ولا لا ما فيش، لا ماليش انا في الحاجات دي، ما فيش يا فندم. فبتاثر نفسيا، بقول ايه ده البورصه خسرت النهارده، وتبص تلاقي مثلا الاذاعات الموجهه ضد مصر ولا الموجهة. وسائل الاعلام الموجهه ضد مصر بيقول لك اه خساره، تحتفي بقى بهذا الموضوع، خساره البورصه المصريه النهارده مش عارف كم مليار جنيه. انا لما جيت يعني اتكلم مع احد المتخصصين قال انه ما فيش دوله في العالم الا يمكن مصر بتتكلم عن الراس مال السوقي كل يوم. دي حقيقه. طيب انتوا في البورصه مش واجبكم انكم تحاولوا الحد من هذه البلبله؟ ده يعني لا فضه فوق. وانا عشان كده احنا موجودين النهارده، لان انا يعني حاولت مرارا وتكرارا ان اعيد هذه الرساله. كلمه راس المال السوق خسر كم مليار وطلع كم مليار ونزل كم مليار ليست من ضمن المصطلحات المتعارف عليها بشكل مهني بشكل بروفيشنال، يعني في عالم التمويل. مسألة تقنية بالضبط، شيء تقني ما بشوفوش غير في مصر. دائما الناس تتكلم على ان مؤشر البورصة الرئيسي او مؤشر البورصة الاكثر اتساع نطاقا او مؤشر البورصة للاسهم الصغيرة ارتفع عدد من النقاط كذا في المية، هذا ما تعودنا عليه. اما رأس المال السوقي زاد وقل بكم مليار، هذا بدعة مصرية يعني لم ارها الا هنا. وحاولنا مرارا وتكرارا، وليس فقط في ذلك، ولكن دائما ما حاولت في خلال تواجدي كرئيس البورصة أن أعزل تماما ما بين منصب رئيس البورصة وصعود الأسهم وهبوطها. دائما الناس ما تتكلم عن رئيس البورصة عند الصعود والهبوط. رئيس البورصة غير مسؤول عن الصعود أو الهبوط على الإطلاق. هذه شركات مقيدة في البورصة ولها إدارات تدير هذه الشركات ولها نتائج أعمال تظهر بها. رئيس البورصة لا يدير هذه الشركات. إذا الشركة عملت أرباح أكثر أو أقل هذه ليست مسؤولية رئيس البورصة. هناك مناخ اقتصادي يحكم البلد ككل غير مسؤول عنه رئيس البورصة. هناك مناخ عالمي، هناك أسعار بترول، هناك حروب تحدث في أماكن أخرى، هناك بورصات عالمية بما يسمى بالسبيل أوفر إفكت أو تداعيات التأثر في الأسواق الأخرى وتأثيرها على مصر، أمور كثيرة جدا. يعني رئيس البورصة مش قاعد على زرار بيدوس عليه. ليست، أنا أكررها تماما، يصعد المؤشر أو ينزل. أنا أكررها تماما يا جماعة الخير، رئيس البورصة لا يجب أن يمدح عند صعود المؤشر، وبالتبعية لا يجب ألا يذم عند هبوط المؤشر. ولكن ما يحدث أنه لا يمدح عند الصعود ولكن دائما ما يذم عند الهبوط. ولكن نقطة مهمة جدا، وأنا يعني إيه دائما بكلم الصحفيين لأن لهم دور كبير في هذا الإطار. رئيس البورصة ليس من ضمن وظيفته أن يحدد مستويات الأسعار، هذه ليست وظيفة له تماما. ولكن ما يهم في هذا الإطار إن المستثمر يركز على الوضع الاقتصادي للبلد. تمام. الوضع الاقتصادي على مستوى العالم، الوضع الاقتصادي للشركات التي يستثمر بها. هذا هو المطلوب من المستثمر، ويترك رئيس البورصة في حالة الصعود. بس رئيس البورصة يا دكتور محمد من مهامه أنه ينشط البورصة، ينشط حجم التداول. أكيد. أنت بتعمل إيه علشان تنشط ده؟ لا أقول لك على حاجة، دي حاجات مهمة جدا. حجم التداول ليه عناصر كثيرة، بعضها تتحكم فيه وبعضها لا تتحكم فيه. مما لا تتحكم فيه هو الحالة العامة للاقتصاد في مصر، لا تأثير، بدليل ان احنا في 2000 السنة دي مثلا في 2014 احجام التداول على الاسهم باستثناء الصفقات 189 مليار جنيه. هذا الحجم يزيد عن العام الماضي ب 100 مليار جنيه. هذا العام هو اعلى حجم تداول منذ عام 2010. وبالتالي الدور اللي عليك في هذا الاطار ان تضمن جزئيتين رئيسيتين. الجزئية الأولى أن تبذل قصارى جهدك في إيجاد بضاعة جديدة في السوق. بضاعة جديدة بمعنى إيه؟ تنقسم إلى حتتين، لإما أدوات مالية جديدة لإما شركات جديدة. الأدوات المالية الجديدة محدودة، كنا بنتكلم على موضوع متعلق بتداول السندات الحكومية. السندات الحكومية كنا اجتماع يعني خليك معايا بس يا عمرو بيه، رئيس البورصة صبرا على ياسر ورئيس ومدير البنك المركزي صحيح صبرا على ياسر. تمام. فإن موعدكم الجنة. تمام. والجزئية الثانية على سبيل المثال ما يتعلق بالاي تي اف، او دي كانت مطلب يعني ولادة متعثرة بالضبط كده، وده تم قيده كما وعدت قبل ساعات من نهاية العام وبالتحديد يوم الثلاثاء الماضي 30 ديسمبر. واعتقد طبقا لما نتحدث معه مع الشركة التي ستقوم بهذا الموضوع، اعتقد احنا بنتكلم على احتمالية بدء هذا التداول يوم 15 يناير من هذا العام، يعني في أقل أو في حدود 10 أيام. فدور مهم جدا أن توجد أدوات مالية جديدة موجودة في السوق. الدور الثاني بقى وده مهم جدا، أن أنت تروج لجذب شركات جديدة في هذا الإطار. تمام. وأقول لك إحنا اللي عملناه إيه؟ شركات أجنبية ولا شركات؟ لا خلينا بس نركز على الشركات المصرية. السنة دي
كان أكبر عدد شركات قيد في البورصة المصرية منذ 2010 13 شركة. ولكن ما هو الأهم بقى إيه؟ كم شركة بقى قيدة في البورصة؟ حاليا أعتقد 243 شركة. تمام. بس خليني أقول لك بقى 13 شركة دول، دول برؤوس أموال 1.9 مليار جنيه. إيه دلالة 1.9 مليار جنيه دول؟ بص الأرقام دي، 10 أضعاف ما تم قيده العام الماضي، 10 أضعاف وضعفي ما تم قيده في 2011 و2012 و2013 مجتمعين. شوف بقى قد ايه الرقم. ولكن في الاخير خالص برضو اذكر لك بيت شعر يعني ابويا الله يرحمه قال لي عليه، قال لك ايه، لابلغ عذرا او انال رغبه ومبلغ نفس عذرها مثل منجح. تمام ترجم. تمام بقى. اترجم. لابلغ عذر يعني بالبلدي كده انا بعمل اللي عليا واعذر نفسي، واللي بيعذر نفسه بالظبط زي اللي نجح، زي ما بقول لك ايه، انا عملت اللي عليا والباقي على ربنا. فاحنا بنعمل هذا الكلام. فلا ابلغ عذرا او انال رغبه ومبلغ نفس عذرها مثل منجح. احنا بقى قابلنا اكثر من 85 شركه ندعوها للقيد في البورصه، نجحنا في قيد 13 شركه. ولكن انا بوعدك ان في 2015 وفي بداياته ستكون هناك ما بين 3 إلى 4 شركات من الوزن الثقيل ذات رؤوس اموال محترمه تعمل يعني طفرة كبيرة للسوق المصري. وأعتقد حجم رؤوس أموال هذه الشركات لم يقيد منذ 2008. شركات في أي مجالات بقى؟ لا ده يعني يعني ياريت أنا عندي القدرة وعندي الـ الرغبة. لا مش الرغبة والله، بس ولكن عندي مش عايز تتكلم. ما عنديش البرميشن، ما عنديش إنما هقول لك يعني يعني واحدة في مجال العقارات، واحدة في مجال المعامل التحاليل. لا الاتصالات لسه والله. طيب. يعني ادعي لنا دعوه طيبه ان ربنا يكرمنا وتلحق طيب. هذه الشركه بنا قريبا في 2015 ان شاء الله. طيب فيما يتعلق وحضرتك اشرت الى مساله طرح سندات الحكومه وسندات الدوله، ليه ما تمش ده؟ شوف هذا الملف ملف مهم جدا، ولكن هذا الملف يتم تداوله بين 7 اطراف مختلفه. اقول لك كده بالترتيب، ويعني مع كل الاحترام لمن قبل من. وزاره الماليه، بنك وزاره الماليه، ايوه، بنك المركزي، المتعاملون الرئيسيون، الهيئه العامه للرقابه الماليه، البورصه المصريه، شركه مصر المقاس. وبصراحه جميع الاطراف وعلنا اجتماعات طويله، وجميع الاطراف متفهمين لاهميه هذا الموضوع. ولكن اقول لك بامانه الامور مرتبطه بمدى اولويه هذا الملف. هذا الملف قد يحتل مرتبه قصوى لدى البورصه المصريه والرقابه الماليه، ولكن قد لا يحتل نفس المرتبه بالنسبه للمتعاملون الرئيسيون او البنك المركزي او وزاره الماليه. بس مش كل هذه الاطراف اللي عندها هدف انها تنشيط التداول. عندها هدف، ولكن اولويه التنفيذ. يعني انا مقدر البنك المركزي عنده اعباء كثيره جدا. فعندما يصل هذا الملف ان يحتل اولويه متقدمه سيتم هذا الامر. وزاره الماليه عندها امور كثيره، منظومه الضرائب، منظومه الدعم، امور كثيره. ولكن الشيء الطيب في هذا الموضوع ان النيه الطيبه متوافره، وده اللي بنحاول. وده يعني بقى عبء علينا ان احنا نحاول ان نطلب اجتماعات اخرى، ان ناخذ المبادره مره اخرى. لكن بصراحه شديده الجميع مقتنع، وتمت اجتماعات. يعني حتى انا اعتقد كان في وزاره الماليه على مستوى نائب وزير الماليه، البنك المركزي نائب المحافظ كان موجود، المتعاملين الرئيسيين كلهم، رئيس هيئه الرقابه، رئيس مصر المقاس، رئيس البورصه. انما شوف سيحدث ان يكون ان هذا التداول سيكون على شاشات البورصه، ولكن انا لا استطيع ان اعد بالتوقيت في هذا الاطار. طيب فيما يتعلق برضو حضرتك جبت سيره مصر مقاصه، فيما يتعلق بتنشيط التداول كان في يعني اقتراح انه فتره بيسموها فتره التسويه انها تكون بدل ما تكون يومين تي بلس 2 تي بلس 1 بالظبط، تبقى يوم واحد، وفصل التسويه الورقيه عن التسويه النقديه. يعني محمد الاستاذ محمد عبد السلام رئيس مصر المقاصه اعلن استعداده لتنفيذ ده. شوف هي امور، شوف ليه ما تمش. شوف موضوع التسويه وفصلها تسويه ورقيه عن في حته في التسويه الورقيه والتسويه النقديه قد تستدعي تغييرا في القوانين، فمحتاجه تعديل تشريعي في هذا الاطار. وفي امور اخرى زي ما بقول لك برضه دائما ليست الامور مطروكة هكذا، ولكن هناك أولويات كثيرة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ولدى القائمين على أطراف السوق. قد يرى البعض أن هذا التأثير قد لا يكون له التأثير الكبير، مثلا ممكن يزود أحجام التداول 5% 10%، ولكن ليس هو التعديل الجذري أو الجوهري الذي سيقفز بأحجام التداول إلى أرقام كبيرة. ولكن موضوع مهم، موضوع يعني مهم دراسته. ولكن بقول لك بصراحه شديده البورصه المصريه هي اخر طرف في هذه المعادله،
لأن من يقوم بالتسوية مصر مقصة، ومن يضع القواعد والقوانين هلا يلعب رقابة المالية. وبالتالي والرقيب بصراحة لا يتعامل فقط مع سوق المال، ولكن عنده ملفات كثيرة. طبعا. عنده التأجير التمويلي، عنده التمويل متناهي الصغر، عنده سوق المال، عنده التأمين، وبالتالي لديه أولويات، وهو يعني بيتابع العمل طبقا لأولوياته. طيب. في هذا الإطار. اسمح لي دكتور محمد، احنا نواصل حوارنا ونتطرق إلى نقاط أخرى فيما يتعلق بالبورصة، نشاطات البورصة، لكن بعد الفاصل بإذن الله. وأكيد في ناس كتير يعني هيتسألوا، طيب إحنا هل نستثمر في البورصة؟ هل نحط فلوسنا في البورصة ولا نخسرها زي اللي كل أهدان صغير؟ تمام، بعد الفاصل بإذن الله مكملين مع الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية. برحب بحضراتكم مرة ثانية في الحال اليوم، وبنواصل حوارنا مع الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية. برحب بحضراتك دكتور محمد مرة أخرى. أهلا بك دكتور محمد. يعني عام 2014 شهد إيقاف التعامل بما يسمى بالإجراءات الاحترازية في البورصة، اللي هي فرضت من تقريبا من مارس 2011 بالضبط. ليه بقى يعني أزيلت هذه الإجراءات؟ لا، شوف أنت، هذه الإجراءات الاحترازية تمت في ظل ظروف معاكسة وظروف غير مواتية، وإحنا كقائمين على السوق بالتعاون ما بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، عندما ارتأينا أنه ليس هناك داعي لاستمرار هذه الإجراءات الاحترازية، أن هناك عملية استقرار في البلد، أن هناك توجه جديد، أن هناك وضوح للرؤية، فأعتقد أن إحنا في هذا التوقيت رأينا أنه ليس هناك أي دواعي لاستمرار هذه الإجراءات الاحترازية. ليس ذلك فقط، ولكن أيضا تم اتخاذ قرار بزيادة ساعات التداول من 4 ساعات إلى 4 ساعات ونص، وده أعلى رقم لساعات التداول في تاريخ البورصة المصرية. وبرضه كان ليه هدف أساسي، إن إحنا كنا متوقعين وإن كانت الأمور تأخرت بعض الشيء، أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على زيادة أحجام التداول، متوقعين أن الوضع الاقتصادي في مصر في طريقه للتحسن، ومتوقعين أن هناك شركات جديدة ومشروعات قومية ورجوع المستثمرين مرة أخرى وعودة الثقة في الاقتصاد القومي، وأن كل هذه الأمور سينتج عنها في الأجل المتوسط والطويل تأثير إيجابي على أحجام التداولات وعلى أوضاع سوق المال ككل. وبالتالي كان هناك قرارا بالاتفاق ما بين البورصة والهيئة على زيادة ساعات التداول إلى 4 ساعات ونصف. أشرت إلى المشروعات القومية، هل في دور مستقبلي للبورصة في مشروعات قناة السويس الجديدة؟ شوف، في فرق ما بين ما يتم الآن من حفر القناة الموازية وبين محور قناة السويس، باعتباره أنه مشروع طويل الأجل قد يأخذ ما بين 10-15-20 سنة، لأنه سيحتاج فترة طويلة جدا من التنمية والتطوير. وبالتالي هذا هو ما نركز عليه، أن البورصة في 1/2/2014 كان هناك قرار بتعديل قواعد القيد صدر من الهيئة العامة للرقابة المالية، أعتقد كان من أهم البنود المتعلقة به هو السماح بقيد الشركات التي تؤسس بطريقة الكتاب العام بدون إصدار قوائم مالية وبعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية. وبالتالي أي مشروعات جديدة بيتم إنشائها بطريقة الكتاب العام يمكن أن تقيد بشكل مباشر في البورصة المصرية. وإحنا كنا في هذا الإطار بنرى ما سيكون عليه الاقتصاد في المستقبل، بتتكلم على مشروعات في البنية التحتية، بتتكلم على مشروعات في الطاقة، يعني أعتقد كان في حديث مع السيد وزير الكهرباء في هذا الإطار، وبتتكلم على أن الحكومة بدأت تطرح محطات الطاقة للقطاع الخاص، وبالتالي هناك بعض العاملين في القطاع الخاص أو رجال الأعمال اللي بيروا إنشاء شركات للقيام بإنشاء هذه المحطات، وبالتالي قد يحتاجوا للتمويل من خلال البورصة المصرية في بدايات عملية تكوين الشركات، وبالتالي كانت هذه الآلية موجودة. على الحقيقة بقى أعتقد أن في 2015 و2016 مع وجود استثمارات كبيرة في البنية التحتية بتقوم بها الحكومة بالتحديد حاليا، ولكن الحكومة لن تستمر في هذا التمويل، لأن في النهاية الحكومة احنا عندنا عجز موازنة كبير جدا، وبالتالي أعتقد الرهان الأكبر هو على مشاركة القطاع الخاص، سواء القطاع الخاص مستقلا أو القطاع الخاص مع القطاع العام فيما يسمى بالشراكة أو البي بي بي، اللي هي المشاركة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. وبالتالي هناك توقعات كبيرة جدا إذا ما تم استخدام الآليات المناسبة لعملية التمويل أن يكون هناك دور كبير للبورصة المصرية في هذا الإطار. لا، واحنا نتكلم على التمويل، ويمكن نتذكر الآن مسألة الاكتتاب الشعبي اللي تم فيما يتعلق بمشروع قناة السويس الموازية. لو تم طرح يعني السؤال الافتراضي،
لو تم طرح هذا الاكتتاب يعني بتاع المشروع ده في البورصة، هل كان نفس النتيجة؟ شوف يعني لا، نفس النتيجة بتصعب شوية، لأن طبيعة المستثمر في البورصة مختلف عن طبيعة المستثمر في البنوك. البنوك طبعا يعني عدد المستثمرين فيها وأحجام الأموال الموجود فيها كبيرة جدا، ولكن خليني أقول لك بصراحة، إحنا في آخر هذه العام من يومين بالضبط، يوم الأربعاء الماضي، وفي بداية العام في شهر 5، كان عندنا طرحين مهمين جدا. الطرح الأول كان العربية للأسمنت، وهذا ليس سرا لأنه كانت أول شركة يحدث عليها طرح عام منذ أكتوبر 2010، ودي تم تخطيطه 18 مرة. الطرح الأخير كان لشركة متوقفة لمدة 4 سنوات عن التداول، وتم إقناعها بالطرح وتم تخطيطه 4 مرات. وبالتالي هذه الأرقام بتدي لك أن هناك نوع من التعطش على الطروحات الجديدة. وتعلم أن احنا زي ما قلت لسيادتك أن احنا قيدنا 13 شركة خلال هذا العام، منهم 9 أو 10 على الأقل خلال الربع الأخير من هذا العام، ابتداء من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر. وطبقا للقواعد، هذه الشركات يجب أن تطرح على الأقل 10 أو 20% من أسهمها للجمهور في موعد أقصى 6 شهور. وبالتالي احنا متوقعين خلال قبل 30/6 من هذا العام أن نجد عدد كبير من الطروحات موجود في البورصة المصرية. وأنا من الأرقام اللي بشوفها في تعطش لهذا الموضوع. تعلم ان في 3 شركات كبرى في البورصه المصريه تقريبا موجوده بالاسم، ولكنها ليست موجوده من ناحيه التعامل. 3 شركات اللي حصل عليها عروض استحواذ، ودي بمليارات كثيره جدا. اعتقد جزء من هذه الاموال منتظر ان يتوجه للاستثمار في الشركات الجديده. وبالتالي انا متفائل في هذا الاطار من وجود بضاعه جديده ومن تخطيط الطروحات لارقام كبيره جدا كما تعودنا قبل ذلك في التسعينات. هل كلامك ده ممكن يشجع الناس انها تقبل على البورصه؟ شوف ده سؤال مهم جدا، يعني قد يصعب عليا كرئيس البورصة التحدث لي، ولكن أنا دايما هتكلم على الأجل المتوسط والطويل. لا أحد ينكر أن في جميع البورصات، في جميع أسواق المال، في المتوسط من استثمر في أسواق المال خلال فترات زمنية طويلة كانت العوائد أعلى وبكثير من الاستثمار فيما يسمى العائد الخالي من المخاطر أو الاستثمار في البنوك. وبالتالي ولكن يجب أن تكون متمرسا، يجب أن تكون صبورا، يجب أن تحلل. وإذا لم تكن لديك القدرة على ذلك، فهناك ما يسمى بصناديق الاستثمار التي لديها الوقت والحكمة والرؤية في عملية الاستثمار. ولكن ويعني وللمرة الأخيرة، ما يحدث في البورصات من صعود وهبوط، وأحيانا هذا الصعود غير مبرر وأحيانا مبرر، وأحيانا الهبوط أيضا غير مبرر وأحيانا مبرر، يجب أن يتعلم الجميع أنها ناموس الحياة بالنسبة للبورصات. ليس هناك بورصة تصعد إلى ما لا نهاية أو تهبط إلى ما لا نهاية. علشان كده لازم يعني تدي نصايح يا أستاذ دكتور. والله يا عمرو بيه يعني في ناس لا فض فوق، ولكن يعني غلت يدي. خلينا نتكلم يعني بصراحة بأمانة شديدة، في ناس اتخرب بيتها من البورصة. شوف النهاردة أنا بتكلم في المتوسط. في بعض الناس بتكسب في البورصة، في بعض الناس بتخسر في البورصة. عشان كده احنا بنقول ايه، من ليس لديه الخبرة على التعامل في البورصة، هناك أدوات مالية موجودة بالاستثمار في البورصة من خلال ما يسمى بشركات إدارة المحافظ أو من خلال صناديق الاستثمار. هقول لك الحاجة، ودي الأخطاء الكثيرة التي تحدث، أنك يجب أن تكون حريصا وواعيا عند اتخاذ قرارك. أنا قبل ما أجي لسيادتك كنت بجري، انا مرانر يعني، انا عداء بقالي 15 سنة بجري. فقبل ما اجي لك كده في القرية الذكية، وانا قلت هروح وارجع، لا رحت عملت 10 كيلو كويس على هذا السن. جريت 10 كيلو بنجري. كنت بقى شوف، ارجع اقول لك بقى ان في بعض الفترات عملت هاف ماراثون 4 مرات، 22 كيلو من غير ما اقف، واحيانا ما بقدرش اعمل 3 كيلو، واحيانا اعمل 12 كيلو. فالرساله اللي باخدها من موضوع الجري ده، يجب ان تعلم اين تتوقف، ويجب ان تعلم ان هناك ظروف سيئه قد تدفعك لعدم القدرة على الجري، كما أن هناك ظروف سيئة تمنع البورصات من الصعود، وأن هناك ظروف مواتية طيبة تجعلك تجري لمدة هاف ماراثون، ولكن يعني مع فرق السن وبتاع. وبالتالي الرسالة المهمة جدا أن أنت يجب أن تعلم متى تحقق أرباح وتبيع، ومتى تشتري. وإذا لم تكن لديك الخبرة، فهناك المحنكين في هذا الإطار، والقوانين بتسمح، صناديق الاستثمار مؤهلة في هذا الموضوع. ولكن ما يسمى بالبانيك بقى، أن عملية الذعر التي تحدث عند كل هبوط وكل ارتفاع. أنا أقول لك على سبيل المثال، في 2014 3 أمور رئيسية شهدتها بأم عيني، عندما أعلن السيد الرئيس ترشحه في الانتخابات. صعدت هبطت البورصة، هبطت البورصة، هبطت بشكل كبير كمان، بشكل كبير صح. ثم عودت الارتفاعات بأعلى مما كانت عليه.
عندما أعلنت وزارة المالية أن هناك ضرائب على الأرباح الرأسمالية على التوزيعات، هبطت البورصة بشكل كبير ثم عادت الارتفاعات بشكل أكبر. عندما تراجعت أسعار البترول هبطت البورصة بشكل مبالغ فيه، نزلت إلى مستوى 8100، النهاردة بنتكلم على مستوى 8900. وبالتالي الناس لا تتعلم من هذه التجارب، يجب أن يعلم الناس الفرق ما بين الذعر المبرر وبين الخوف غير المبرر. وبالتالي يجب أن تكون هناك حنكة في عملية إدارة هذه الأموال، وإذا لم تكن لديك القدرة على التحمل فلديك صناديق الاستثمار في هذا الإطار. طيب المستثمرين الأجانب هل رجعوا يستثمروا في البورصة من تاني؟ شوف الأرقام اللي عندي، أنا دايما أحب جدا أتكلم بلغة الأرقام، أنا أستاذ تمويل، وعندما أدرس التمويل دايما تحكمني الأرقام. 2011 2012 2013 كان هناك بيع وشراء، ولكن العرب والأجانب كانوا يميلون في جانب صافي بيع. هذه أول سنة منذ 2010 يكون صافي تعاملات العرب والأجانب بالموجب 3.4 مليار جنيه صافي تعاملات العرب والأجانب، وده تقريبا بيوازي إجمالي ما تم بيعه خلال الثلاث سنوات الماضية. وبالتالي ده رقم مهم جدا بيقول أن هناك عمليات إعادة الثقة في، ليس فقط في السوق ولكن في الوضع الاقتصادي في البلد ككل. خلي بالك زي ما سيادتك بتقول البورصة ما بتهمش فقط المتعاملين، ده في بعض الأحيان أنت بتنظر لمؤشر البورصة بتستوعب منه كيف تسير البلاد. وبالتالي كان هناك ارتباط كبير جدا بين التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تحدث في البلد وبين مؤشر البورصة الرئيسي في هذا الإطار. في ناس برضو يا دكتور يعني برضو بيبصوا على سلوك المستثمر الأجنبي، ويمكن بيربطوا سلوكهم كمصريين بسلوك المستثمر الأجنبي. لو شافوا أن المستثمر الأجنبي بيشتري بيشتروا، لو شافوا أن المستثمر الأجنبي بيبيع بيبيعوا. مع أن بقى المشكلة الغريبة جدا أنك في معظم الأحيان تجد أن المستثمرون الأجانب ينتهزون هذه الفرص التي تحدث فيها الذعر ويقومون بعمليات الشراء، والأسعار تعاود ارتفاع مرة أخرى. عشان كده التركيز الأساسي أنت تستثمر في بلد تسمى مصر، هذه البلد مرتبطة بالعالم، فيجب أن تحلل ما يحدث في العالم الخارجي ثم ما يحدث عندك في مصر ثم ما يحدث في الأسهم المقيدة لديك في البورصة المصرية. يعني أرديك مثال مهم جدا، أسعار الأسهم على مستوى العالم مقارنة بالأزمة المالية العالمية في 2008 صعدت إلى نفس مستوياتها بعد الهبوط الكبير، ويمكن تعدت هذه المستويات بعد أن فقدت ما يقرب من 30-40%. بس لما تيجي تقول لي معدلات النمو في الاتحاد الأوروبي ما زالت معدلات نمو متدنية جدا وفي بعض الأحيان بالسالب أو بالصفر، ولكن قد يكون أداء الشركات المقيدة في هذه البورصات أفضل من أداء الاقتصاد ككل، وبالتالي تجد أن هناك ارتفاعات كبيرة فيها. البورصة الأمريكية النهاردة، البورصة الأمريكية نيويورك ستوك تشينج المؤشر الرئيسي كسر حاجز 18,000 نقطة. نعم هناك تفاؤل بمعدلات النمو في الاقتصاد الأمريكي، آخر تقرير طالع عن الجي دي بي كان مفاجأة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، ولكن فترة الصعود الكبيرة بعد ما كانت 12,000 نقطة قبل الأزمة المالية العالمية وهبط إلى ما دون 7,000 نقطة، النهاردة 18,000 نقطة. ما تقوليش أن الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية قد نما بهذا الوضع، ولكن قد تكون الشركات المقيدة في هذه البورصات أداء أفضل من متوسط أداء الاقتصاد كله. وبالتالي يجب أن تركز أيضا على السهم أو الشركة التي تساهم فيها وعلى القيمة الاقتصادية في هذه الشركة قبل أن تتخذ قرارا بالبيع أو بالشراء. طيب الحالة الآن في الشرق الأوسط، التحديات والمخاطر والإرهاب إلى آخره كثيرة. هل ده بيأثر يعني بشكل مباشر على أداء البورصة المصرية؟ شوف طبعا بيأثر وبشكل مباشر، ولكن قد يكون التأثير تأثير مؤقت إذا ما كانت الأوضاع الاقتصادية الخاصة بالبلاد مختلفة بعض الشيء عن ما يحدث في المنطقة. على سبيل المثال يعني ما حدث في هبوط أسعار النفط كان ليه تأثير كبير جدا على أسواق الخليج، وكان ليه تأثير كبير جدا على السوق المصري، ولكن بنوع من التركيز وبنوع من الهدوء تجد أن هذا التأثير كان يجب أن لا يكون مبالغا فيه. طبعا في تأثير، لأن أنت في الأخير خالص الأمور ليست متعلقة أن سعر النفط هبط وبالتالي ستستفيد الموازنة العامة للدولة من فروق الأسعار أو أن استيراد النفط يصبح رخيصا، ولكن هناك أمور مهمة جدا قد تؤثر على السوق ولا تؤثر على الاقتصاد. أن تحركات رؤوس الأموال ستقل، إذا كنا بنقول في فوائد لدى هذه الدول الخليجية هذه الفوائد ستقل،
إذا كنت بتتكلم على فوائد في دول أخرى حول العالم بما في ذلك الاتحاد الأوروبي من الدول التي تنتج نفط، هذه الفوائد ستقل، وبالتالي حركة رؤوس الأموال وجذب استثمارات من هذه الدول سيقل، وبالتالي الأمور يجب أن تحسب بشكل محترم في هذا الإطار، يجب أن تكون هناك أبحاث وتحليلات. يعني أنا بصراحة ما رأيتش حتى الآن أن هناك تحليل معمق بيتكلم على ما يسمى بالسيناريو أناليس، يعني تحليل السيناريوهات. النهاردة النفط نزل من 104 إلى 57، طب النهاردة أنا هستفيد قد إيه وهخسر قد إيه، تأثير هذا الكلام على الناتج المحلي الإجمالي بتاعه قد إيه، تأثيره على القطاعات الاقتصادية المختلفة شكلها قد إيه، من الخاسر ومن الرابح من ذلك، طب وإذا وصل لـ40 هيبقى وضع قد إيه، طب ولو طلع تاني لـ70 هيبقى شكله قد إيه. إحنا في بعض الأحيان بنفتقد هذا النوع من الدراسات العلمية يعني المحددة بما يسمى بالسيناريو، ان انا اعمل سيموليشن كده، اعمل نظام محاكاه، ايه اللي هيحصل لقطاعات الاقتصاد المختلفه اذا ما تم تغيير هنا او هناك او في هذا الاطار او في هذا الاتجاه. وده في بعض الاحيان اللي بيفقد المستثمرين صوابهم في عمليه اتخاذ القرار، لان الاتجاه غير واضح والتاثير غير واضح بشكل كبير. طيب المستثمرين الاجانب يعني في ظل ما يعيشه الشرق الاوسط، المستثمر الاجنبي يعني هل بيقبل مثلا على التداول والاستثمار في بورصة دبي على سبيل المثال أكتر من البورصة المصرية؟ لا، بشوف البورصة المصرية فيها ميزة محترمة جدا بأمانة، ليس يعني مجاملة للبورصة المصرية ولا لشخص رئيس البورصة، لأن دي أمور يعني عمل عليها رؤساء بورصات كثر قبل ذلك. لتواضع لا مش تواضع، يعني احنا يعني ذكر الحقيقة أهم من يعني نسب بعض الأفضال لشخص رئيس البورصة. إن أنت أكثر بورصة منفتحة في منطقة الشرق الأوسط، انت اكثر بورصه بتطبق قواعد الافصاح والشفافيه وحوكمه الشركات. هذا ليس كلام رئيس البورصه، انت لما تقرا التقارير الصادره من جهات محايده على ذلك، يعني بقى ابى من ابى ورضى من رضى، ولكنها حقائق واضحه ان البورصه المصريه تتميز عن مثيلتها من البورصات الاخرى بانفتاحها على المستثمرين الاجانب، بوجود حوكمه وافصاح بشكل افضل، والحته الاهم بقى بوجود تنوع في شركات. انا النهارده بتكلم ان انا عندي 200 حاجه و40 شركه، هتلاقي عندنا مثلا ما يسمى ب 17 سيكتورال اندسز، عندي 17 قطاع مختلف متنوعين جدا. تروح دول اخرى تلاقي معظم الشركات مركزه في قطاع 2 بالكتير 3 لو انت يعني ايه ان جود شيب. تلاقي عدد الشركات مثلا في دبي، انا مش متذكر رقم بس الرقم يقل عن ال100 تماما، يعني اتكلم في 70 شركه، في 75 شركه، في 73 شركه اللي بيتداولوا في دبي بس. بالظبط 70 في هذا الاطار، اقل من 100 شركه. وبالتالي بس تلاقي حجم التبادل يا دكتور يا بيه. يعني انا بتكلم على ايه؟ بتكلم كمان ان انت محتاج تقدم للناس بتوعك ده ما يسمى دايفرسيفايد بورتفوليو، حاجه متنوعه، عنده عقارات وعنده قطاع مالي وعنده تأمين وعنده سياحة وعنده خدمات، يعني عنده تنوع كبير جدا يخلي عندك كده ميكس، عندك خليط يساعدك ان انت تكون المحفظة بتاعتك وان انت تنوعها بشكل كبير جدا. وده برضو من ضمن الامور، مش اللي تميز بالمناسبة، مش اللي تميز البورصة المصرية وتميز الاقتصاد المصري، انه درجة الهزات اللي ممكن ياخدها من تغير عنصر معين زي البترول مش موجود. ممكن اتاثر بالسياحه ولكن ليس بدرجه تاثر دول اخرى مثلا باسعار النفط، لان النفط بيأثر بشكل كبير جدا. يعني اخر تقرير بقراه ان النفط بيمثل 84% من ايرادات المملكه العربيه السعوديه و89% من ايرادات الكويت او العكس، وده رقم كبير جدا. يعني مع كل هذه المحاولات عشان تنويع المصادر وتنويع الايرادات ما زالت تتاثر هذه الدول بشكل كبير جدا. احنا عندنا تنوع اكبر في الاقتصاد وتنوع اكبر في قطاعاته، وده اللي بينعكس بشكل كبير جدا على قدرتنا الى حد ما على ان احنا يبقى عندنا ردود افعال افضل بالنسبه للهزات اللي بتحصل حوالينا. دكتور محمد، هل الاداء الكويس للبورصه اللي احنا كنا بنتكلم عنه البورصه المصريه تسبب فيه بشكل او باخر او بنسبه او باخرى ارتفاع سعر الدولار؟ لا، بس هقول لك على حاجه مهمه. البنك المركزي، وانا يعني انا فاكر في هذا التوقيت انا كلمت الاستاذ هشام رامز وشكرته على قراره في شهر 3 اللي فات اذا لم تخن الذاكره، كان هناك قرارا من البنك المركزي المصري بان كل الاموال اللي هي 50% عشان ابقى صادق في القراء فيما اقول، 50% من الاموال المتاخره في الخروج للمستثمرين الاجانب سمح بها البنك المركزي، وقال وسيتم اتخاذ قرار قريبا بال 50% الاخرى. وبسالا لم يمر اسبوعين لو انا برضو ذاكرتي ما زالت قويه واخذ هذا القرار. هقول لك ده نتج عنه ايه.
كنا في شهر 6/2013 صدر تقرير من مؤسسة مورجان ستانلي قال فيه ان تطورات احنا سنراقب تطورات اسعار الصرف في مصر، لان هناك مشكله في اسعار الصرف وقدره المستثمرين الاجانب على الخروج، وان احنا اذا تطورت بشكل سلبي هنضع مصر على قائمه المراجعه لاحتماليه تخفيضها من الاسواق الناشئه. بصراحه في شهر 6/2014 بعد مرور سنه بالظبط طلع تقرير مخالف جدا من مورجان ستانلي وقال عكس هذا الكلام. قال نظرا للتطورات الإيجابية في سعر الصرف وقرارات البنك المركزي في هذا الإطار، إحنا حنبقي على مصر في الأسواق الناشئة وليس هناك أي قرار بإعادة المراجعة عليها. بصراحة كان ليه تأثير كويس جدا، وكان ليه تأثير إيجابي جدا على وجود المستثمرين وعلى مرحلة بناء الثقة. وزي ما بقول لك مرة تانية، الثقة في السوق المصري من ناحية البورصة المصرية بتنعكس بشكل أو بآخر على الثقة في الاقتصاد ككل. تمام. طيب في سنة 2005 و2006 الشركات، بعض الشركات الكبرى العاملة في قطاعات زي البترول والاتصالات عملت طروحات في البورصة، طروحات عامة، يعني أتذكر أنها لاقت إقبال كبير من المصريين، والأرباح أعتقد أنها وصلت لأرباح خيالية. ده ممكن يتكرر دلوقتي؟ شوف أنا مش متذكر 2005، طبعا 2005 و6 و7 دي يعني أعلى رقم وصلت له البورصة المصرية أعتقد كان في شهر مايو 2008 أو 2007 مش متذكر والله، يمكن في 2008 لما وصلنا حوالي 12,000 نقطة. ولكن موضوع الطروحات ده كان موجود وبشكل كبير جدا في مرحلة سابقة لذلك، بالذات فترة التسعينات لما كانت الحكومة بتبيع شركات قطاع الأعمال العام فيما يسمى بالشير إيشو برايفتيزيشن أو الخصاصة من خلال سوق المال. أنا متوقع الحقيقة في 2015 أن ليس بهذا القدر، ولكن ستكون هناك حمية كبيرة جدا ما بين الشركات. شوف أنت بتتكلم عن الاقتصاد بقاله 3 سنوات أو 4 سنوات لم ينمو بالشكل الذي تتقبله هذه البلاد. بتكلم على 2011 2012 2013 معدلات النمو لم تتعدى 2%، آخر رقم طالع عندنا العام المالي 13-14 2.1%. بتتكلم على دولة كانت بتنمو في يوم من الأيام من 6-7%. اتفقنا واختلفنا، كنت لا متفق أن هناك لم يكن هناك توزيع عادل لثمار هذا النمو، ولكن الحقائق بتقول لي أن احنا كنا بننمو ب 6-7%، وأنا محتاج أرجع إلى هذه لمعدلات النمو هذه، ولكن أن يكون نموا صالحا وليس نموا طالحا. وبالتالي لو إذا أحسن استخدام أدوات السياسة المالية والسياسة النقدية وتحسين مناخ الاستثمار واتخاذ خطوات جريئة فيما يحدث من إصلاح منظومة الدعم إلى نهايته وإصلاح منظومة الضرائب وإصلاح التشريعات التي تعوق الاستثمار، وكان هناك رؤية واضحة بحيث أن لا يعزف أحد منفردا ولا يغرد أحدا خارج السرب، تكون هناك منظومة متكاملة تعمل على كيفية زيادة معدلات النمو 3.8% هذا العام، 5-5.5% العام القادم، حتى نصل إلى ما يسمى sustainable growth rate. إن أنا بتكلم على استدامة في معدلات النمو اللي هي تنتشل أبناء هذا البلد من معدلات الفقر، بنتكلم عليها 25-26-30% ومعدلات بطالة دبل ديجيت 14-15%. ده اللي أنت محتاجه، وده اللي هيبقى له تأثير على الأوضاع الاقتصادية في مصر، وهيبقى له تأثير بالتأكيد على مشروعات اللي الست بتحكي عنها وعلى رغبتها في وجودها في البورصه المصريه وعلى طرح اسهمها وعلى زياده رؤوس الاموال في هذه البورصه. طب دكتور محمد، وانا بحضر الحلقه النهارده لهذه الفقره يعني اكتشفت ان في حاجه اسمها بورصه النيل. طبعا يعني اول مره اعرف البورصه، بس ما اعرفش ان في حاجه اسمها بورصه النيل اللي هي بتضم او بتتكلم يعني فيها. عملنا يعني براندنج، ممكن قلنا نسميها بورصه النيل. الشركات الصغيره اللي صحيح. هي راس مالها بيتراوح من مليون الى 50 مليون. 50 مليون تقريبا. صح. طيب ليه البورصه دي مش نشيطه؟ ولا يعني في بعض الاحيان يعني التركيز في الارقام قد يعطي ارقاما اخرى. هقول لك على حاجه، ده حصاد البورصه الاسبوعي سوري السنوي 2014. وانا نفسي يعني كنت مفاجئ بعض الشيء لما بصيت على احجام التداول في بورصه النيل. احجام التداول في بورصه النيل السنه دي حوالي 800 مليون جنيه. في بعض المعايير او المقاييس اللي بيستخدموها الناس في مجالنا بيعملوا حاجه اسمها تيرن اوفر ريشيو، حاجه اسمها معدل الدوران، معدل السيوله. بيعملوا ايه؟ بياخدوا حجم التداول ويقسموه على حجم السوق، فنقول والله بورصه النيل دي فيها حوالي 1.1 مليار،
لفت 700 مليون جنيه 800 مليون، يبقى معدل الدوران فيها 73%. البورصة الرئيسية اللي هي حوالي 500 مليار اللي هي نص تريليون، أحجام التداول فيها أقل من 200 مليار، يعني تقريبا عملت 40%. فلما يقول لك البورصة النيل مش نشيطة، أرد عليه أقول له معدل الدوران في بورصة النيل ضعف معدل الدوران في البورصة المصرية، البورصة الرئيسية. فالقصة ما ينظر إليها كرقم مطلق، وأنا أكره دائما الأرقام المطلقة ولكن أفضل الأرقام النسبية. ولكن أنا أقول لك بصراحة، هذه البورصة لم تكن يعني وليدة الحظ، يعني ليست سعيدة في الولادة. هذه البورصة ولدت في 2007، فجت لنا الأزمة المالية في 2008، عندما بدأت تستفيق في 2009 عندنا يناير 2011، وما بين يناير 2011 ويونيو 2013 حدث ولا حرج. ولكن هقول لك الحاجة الكويسة قوي، إن إحنا السنة دي في 2014 عدنا 9 شركات دفعة واحدة بورصة النيل. العدد ارتفع من 24 شركة إلى 33، وده أكبر عدد يقيد في سنة واحدة في بورصة النيل من تاريخ ولادتها. وأنا الحقيقة متفائل بسنة 2015 بوجود شركات أخرى في بورصة النيل. إن شاء الله هنكسر رقم 40 شركة، ونأمل أن تكون كمان أحجام التداول زايدة. ولكن مرة تانية أنا بطلب من المستثمرين أن يكون هناك تركيز على دراسة هذه الشركات وتحليلها ودراسة قيمتها العادلة وقيمة الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرار بالاستثمار في أي شركة، ليس فقط بورصة النيل ولا حتى البورصة الرئيسية. لكن بقول لك لم تكن سعيدة الحظ، ولكن قد يكون الحظ بدأ يبتسم لها مؤخرا ب 2014، ونتمنى ان احنا نستكمل هذه المسيرة في 2015. ليها مستقبل ان شاء الله. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد عمران. الحوار ممتع ممتع ولكن له نهاية. بالتأكيد. وبعدين انا اكتشفت ان انا يعني بفهم شوية في البورصة. لا اكيد كتير. شكرا جزيلا دكتور محمد عمران رئيس البورصة، ونتمنى ان تكون البورصة المصرية هي مرآة حقيقية لحالة الاقتصاد في البلد اللي بنتمنى أنه ينمو أكثر وأكثر في المستقبل القريب بإذن الله. شكرا دكتور محمد، بشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، نشوفكم بكرة بإذن الله في نفس الموعد. تصبحوا على خير.